لان خلينا نضيف المعلومات اللي راح تمكننا من تصميم الصفحة الخاصة في الطباعة الوصفة الطبية. فقبل ذلك تذهب لي على هذا البوتون وتذهب لي على الانكر الخاص فيه وتجعله للرايت. ثاني شيء بالنسبة إلى الفورم تجي على الفورم وراح نخلي الفورم أول ما يبدي يشتغل هو ما يشتغل نورمال، يشتغل ماكسمايز أوكي على كبر الشاشة. إضافة للهوم أيضا نفس الشيء نطبق عليها، نقول له إنه الفورم الرئيسي هو لما يجي يشتغل في البداية فهو يشتغل على كبر الشاشة، تمام؟ على كبر الشاشة، وإذا حب المستخدم إنه يزغره فهو يزغره، تمام. هنا داخل الأوبشنز يعني داخل البانل الخاصة في الأوبشنز فراح نضيف المعلومات اللي راح يحتاجها أو لا راح نحتاجها في تصميم الصفحة. فخلينا أسحب جروب بوكس، جروب بوكس هذا الجروب بوكس تمام، خلينا أسحب 3 جروب بوكس. هذا الجروب بوكس قبل ذلك أذهب على الفور كالر الخاص فيه وأبدي أضبطه إلى أي لون معين، مثلا نختار هذا اللون. هذا الجروب بوكس طبعا راح نضع فيه العرض أبعاد إيش أبعاد الورقة. فضمن هنا أنا راح أقول له هنا أبعاد الورقة أو الشيت، تمام أبعاد الورقة. الآن إيش أنت تحتاج في أبعاد الورقة؟ هنا طبعا أنت تحتاج إلى يعني بشكل عام إلى أبعاد الورقة في البداية، وتحتاج إلى مثلا الإعدادات الخاصة في تذييل الصفحة أوكي، الإعدادات الخاصة في رأس الصفحة. فمثلا خلينا نتركها بهذا الشكل، بعد ذلك نرجع لها. فأبعاد الورقة راح نحتاج إلى ليبل، أخذ هذا الليبل كوبي، أرجع على الفونت مالته وأبدأ أزغره إلى مقدار 14 تمام. هنا ايش راح أقول له؟ راح أقول له أعطيني العرض، العرض يعني العرض الخاص في هذه الصفحة تمام. وآخذ من هنا تكست بوكس، تكست بوكس أسحبه أسقطه بهذا الشكل تمام، خلي يكون عندنا في هذه الصورة أوكي. هذا بالنسبة إلى العرض. أيضا هنا أنا أحتاج أنه أضبط Left Text Alignment to Center بهذه الصورة. طيب هذا بالنسبة إلى العرض. هذا الفونت أرجع 18 زين، أخذ كوبي كترال وسحبه للأسفل، وهنا إيش راح أعطي؟ أقول أوكي هذا أعطي لي ال 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 الارتفاع الارتفاع. وطبعا هذه الأبعاد اللي راح يعطيها هو يعطيها في البكسل، يعني البرنامج يشتغل في البكسل فنحتاج أنه نعطيه الأبعاد في البكسل. هذه كأول معلومات إحنا نحتاجها لتصميم الورقة. بعد ذلك إيش نحتاج؟ نحتاج إلى رأس الصفحة تمام، ونحتاج إلى إلى الذيل يعني تذييل الصفحة. فهذا أخليه بهذا الشكل هنا، أو أنقله أخليه بهذا الاتجاه تمام، وأبدي أسحب أخذ من عدة كوبي وأقول له هنا أعطيني أبعاد أو رأس الصفحة. اللي هي راح تضمن لك الآتي، طبعا بالنسبة لرأس الصفحة نخليها بهذا الشكل لأن نحتاج إلى معلومات أكثر من عندها، خليها بهذه الصورة. رأس الصفحة راح نضع فيها 3 معلومات أوكي، خلينا أسحب هذه بهذا الشكل. طيب أحتاج من عندها 3 معلومات، فخلينا أخذ هذا كوبي أيضا أنزله للأسفل
احتاج من عندها اسم، اسم الدكتور او اسم العيادة، تمام، واحتاج الى التخصص والى وصف او معلومات اخرى، وصف معين. احددهن هذين كلهن بهذا الشكل، واجعل الالاينمنت مالتهن باتجاه الرايت، وبعد ذلك اسحبهن خلي يكون عندنا بهذه الصوره، تمام. اوكي، هذا بالنسبه لراس الصفحه. بالنسبه لتعديل الصفحه ايضا نفس الشيء، اخذ كوبي من عدا هذه بالاسفل، اخذ كوبي منها بهذا الشكل، وابدي اغير هذه، اغيرها الى تذييل الصفحه. تذييل الصفحه راح نحتاج فيها معلومه، يعني معلومتين، اللي هو العنوان، يمكن ان نضيف العنوان ومثلا رقم الهاتف مثلا، ووصف معين او معلومات اخرى، معلومات اخرى نضيفها داخل الوصف. نفس الشيء احددها بهذا الشكل، واجعل الالاينمنت مالتها باتجاه الرايت، واسحبها كلها خليها بهذه الصوره، تمام، اسحبها كلها خليها عندي بهذا الشكل.